اليابانيين، اليابانيين في هذه اللقطة الأولى، لكن الدفاع تدخل. الشكوك في دور المجموعات بعد عرض كان غير متوقع لنشام الأردن والوصول إلى نصف النهائي. محاولة يابانية لكن الدفاع تريه فيها تغطية دفاعية، لمسة في وصل الميدان، ساردار عليه ضغط وبعد ذلك سانا لتاكورا وبعد ذلك لعناصر منتخب اليابان. موراي الأزرق بطولة رائعة جدا في قطر، وإلى موريتا للمنتخب الياباني للوراء، مجموعة من التمريرات، تدخل في هذه الأثناء وخطأ احتسب حكم المباراة على بيب، ولكن بالقليل من الكرات الخطيرة إيتاكورا تزيد في كأس أمم آسيا بالذات لمنتخب المنتخبات الشرق. عالية رضايان بمهارة عالية، رضايان عرضية لكن الدفاع تدخل. ثانية في الدفاع، الثالثة اليابانيين، الضغط العالي، المهارات العالية، الصراعات والتدخلات، التوقف بعد خطأ احتسب. أي خطورة على مرمى المنتخب الإيراني بدون فرص حقيقية على سامان قدوس، حلوة على اليسار، إيرانية جميلة لكن عالية 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 يا كورة جميلة للمنتخب الإيراني. إدوان اللمسة، إدوان الكورة، الكورة جميلة اليابان لكن التغطية في اللحظة الأخيرة. حلوة اللقطة، جميلة بين عناصر المنتخب الياباني من أكثر من لاعب، أداء أكبر، انتظر هدفا أول. كوبو يتدخل أمام عناصر المنتخب الإيراني لكي على المستوى البدني. مباراة صعبة جدا وتسديدة لكنها سهلة في يدي سوزوكي، سهلة اللقطة الأخيرة. هناك اسماء يابانيه لم تصل لقائمه المنتخب رغم انها تلعب في انديه اوروبا. اليابانيين مهارات، الايرانيين قوه اداء وتسديده، بعد ذلك صدمت على ما يبدو في الدفاع. المهارات العاليه لليابان، سيطره، كره عرضيه خطيره من راس لكن الدفاع تدخل. الدفاع مره اخرى شجاع خليلزاده، من في الانتظار، الكره الطويله داخل منطقه الجزاء لمصلحه المنتخب الياباني. التغطيه وبعد ذلك وجود حاله تسلل في هذه الاثناء. مضى وقت طويل منذ اخر لقب حقق المنتخب الايراني. والمهاره كوبو، المرور كوبو، التمريره، دفاع ايران، محاوله ايرانيه في هذه الاثناء بكره بعيدة على سامان قدوس الكثير في هذه البطولة. كرة فيها صافرة وبعد ذلك يتوقف اللاعب. بالسلامة إن شاء الله، بالسلامة إن شاء الله. أحد اللاعبين فوزين لليابان ومباراتين انتهت بالتعادل. التغطية ومحاولة، مرور جميل وكرة يابانية، جميل الكرة والأروع. موريتا 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 ولا أروع، اللقطة الماضية هدف ياباني. خلاص بول، يا إلهي يا إلهي، على لقطة كان فيها تسلل في الأصل. صار داراس بول، صار والخيارات أكثر والفرصة أكبر في عن هدف ثاني لتأمين النتيجة. خاطئة الكرة، خطيرة الهندو، مرة كرة يابانية، لمسة على جهة اليسار، تحرك هجومي من جانب هيروكي، تدخل وخطأ ضده، خطأ لمصلحة منتخب إيران في هذه الأثناء. كانت النتائج عديدة حتى في مباريات إقصائية، كوريا فعلتها مرتين ضد المملكة العربية السعودية ثم بعد ذلك ضد أستراليا، لا تصل بعد ذلك لمصلحة كوبو. في أماكن عديدة تواجد كوبو. مهل الشوط الأول، لمسة يابانية لكنها صعبة بعيدة، وفي الأخير إلى ضربة مرمى أو خطأ احتسب الحكم لمصلحة إيران. خطأ على أدوان ريل وحكم اللقاء لا يشير إلى شيء، اللاعب يستمر برمية جانبية إيرانية. الإبعاد مرة أخرى، الكرة إلى الأمام، لا سنت، محاولة إيرانية جميلة خطيرة والتسديدة، يا إلهي الله الله، على لقطة قريبة يا سامان قدوس لسه أتكلم على ردة فعل إيرانية. من تسجيل هدف مباغت جعل قدوس نفسه. سامان في اليسار، سامان عرضية جميلة ولكنها مرت. حلوة 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 اللقطة الأخيرة، الكورة اللي كانت فان بلمسة للوراء، محاولة بينية، دفاع تدخل، عمة الشيء في اللقطة الماضية، الضغط يستمر، الكرة بعيدة وضربة مرمى. يطالب ساردار أزمون مهاجمي روما الإيطالي بوجود شد في اللقطة الماضية. الإيراني بكرة أخرى، لمسة وتمريرة والبحث عن الكرة الطويلة، القائد لمسة جميلة وتسديدة لكنها صدمت. الوحيد لمصلحة موريتا، طويلة الكرة أمامية لكنها سهلة في يد السوزوكي. مارينغ
ينهي الشوط الأول عند تقدم اليابان بالهدف الوحيد. التعليمية في الدوحة، سيبحث إيران عن إحداث الكرة أقرب إلى جهات اليمين العرضية جميلة، لكن الدفاع تدخل، عرضية إيرانية دفاع تدخل، من في الانتظار بعد ذلك رأسية فيها خطأ، فيها خطأ لبصعة ريتسودوان. في وجود إيران لعبت 9 مباريات في كأس آسيا تاريخيا بدون أن تخسر. هذه الكرة طويلة أمامية رأسية داخل منطقة خطيرة، لكن الدفاع تدخل. كرة تسديدة وسوزوكي، وسوزوكي يتألق، سوزوكي روع اللقطة الأخيرة، كان في تسلل في الأصل على ساردار. اليسار من جانب موريتا، كرة عرضية خطيرة وجميلة من رأس يابانية في هذه الأثناء بعيدة عن الكل. وحاول يابانية تصل إلى كوبو، مر كوبو جميلة ولكن عدت. يا الله يا الله كم كانت لقطة جميلة خطيرة من جانب مية. وحاول يابانية من جانب يويدا، أياسي حكم اللقاء يشير إلى وجود خطأ في هذه الأثناء على خليل زيد. من الروعة في هذه القمة الكروية، الانتظار لمعرفة من سيخطف أصعب البطاقات في ربع النهائي الثاني. كوبو بكرة عرضية داخل منطقة لكن الإبعاد من جانب الدفاع. في ظل هذا الاندفاع والمساحات العالية لمن جان بخش الإيران بلمسة، لكن الدفاع توم ياسو. محاولة في وسط الميدان لكن خطأ احتسار. مايدا يصل كرة مايدا لكن كوبو على تنفيذ ركنية في القائم الثاني. دفاع تدخل، مرور جميل، مرور يا الله أجمل هدف في البطولة يلغى. هدف الثاني مثل هذه اللقطة، مثل هذه الكرة، مثل هذه الفرصة، مثل هذه المهارة، من سيتلقى الكرة؟ خطيرة يا بارية جميلة، يا إلهي يا إلهي على لقطة منتخب اليابان. هذه إيرانية عرضية خطيرة بالرأس، يا الله الكرة، يا الله على فرصة، أي كرة إيرانية خطيرة جدا. فعل قوية في الفترة الثانية، طويلة خطيرة جميلة. ميدان إلى إيندوب بكرة أمامية، ضاعت اللقطة على مين أمينو، حاول من جانب مويبي بكرة عرضية خطيرة لكن سوزوكي. ميلاد محمد الظهير الأيسر عرضية خطيرة، أزبون بالرأس وفي كرة في منتهى الروعة، وحشة أزبون في ألعاب الهواء. كرة عرضية محاولة داخل منطقة الجزاء تبقى خطيرة رأسية لكنها بعيدة الكرة من أياسي. ويدا الدفاع تدخل، عالطائر جميلة، هناك لمسة يد رأسية بعد ذلك خلص الدفاع الياباني. ركلة جزاء، ركلة جزاء، يعني هذا الجنون، نعم نعم ركلة جزاء. عين علي رضا جان بخش أمام سوزوكي، جان بخش والثاني فعلتها إيران في الربق الأخير، كتبتها إيران.